تغطية مدافع فريق بيترو أتلتيكو، والجيش الملكي يعمق الفارق ويصعب من مامور الفريق بيترو أتلتيكو. قلت يغيب على فريق جيش ملكي بعض اللاعبين كالنور الدين قاسمي لائد لفريق جيش ملكي بعد تجربة احترافية غير مجلدة من القائمة التي أرسلت للكاف. يغيب كذلك يوسف رابح قطب الدفاع، يغيب كذلك أجراوي بفي الإصابة، ونضيف اللاعب شهاب. أربعة لاعبين يغيبوا على فريق جيش ملكي. هدف منير بن قصو أشعل فتيل الحماس في المدرجات وجعل أنصار فريق جيش ملكي يترقبون مستقبل الدقائق بتفاؤل كبير. إذن جوز صفر، قرابة كما قلت 4000 حتى 4500 متفرج هو عدد الجمهور الذي يتابع هذه المباراة من أنصار فريق الجيش الملكي الذي جاء للمساندة والمؤازرة بالرغم من عدم ملائمة التوقيت. كرة عسكرية والدوش، ولكن الأسرع هو اللاعب ماتيوس ألبرتو. تمريرة جواو دي ألميدا وكرة في طريقة لضربة مرمى. لست أدري لماذا الطرد، نشاهد إعادة جديد. هنا ضربة خطأ لفائدة فريق بيترو، ولكن تدخل خشين لخوسي كارلوس أمام كل من بعده، وفي عملية الدفع هذه هي التي استحق عليها البعود الظهير الأيسر الجيش الملكي الطرد. الطرد يمكن نقول مجاني من الروعة بمكان. تمريرة جانبية بوسطة بيلميرو بيريرا ورأسية ملولبة، هدف شبيه بالهدف الأول لفريق جيش ملكي الذي وقع هو الدوج بدقة 29 من الجولة الأولى. كما قلت المباراة لا تنتهي إلا مع الصافرة النهائية للحكم. يمكن نقول لاعبي فريق جيش ملكي فازوا بالمباراة قبل انتهائها، فعليهم الأخذ الاحتياط والحذر اللازمين